أهلا بكم في قناتنا قناة الفن، لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. الفنانة السورية هيفاء واصف تعود للدراما السورية بعد فترة من الغياب، وتعرف على بناتها وزوجها فنان مشهور وشقيقاتها ومعلومات عنها. هيفاء واصف ممثلة سورية من مواليد دمشق في تاريخ 15 يناير كانون الأول في العام 1946. اسمها بالكامل هيفاء مصطفى واصف جلمران. عمرها في العام 2020 هو 74 عاما. برجها الفلكي هو برج الجدي. هيفاء واصف هي أخت الممثلة السورية منى واصف والفنانة غادة واصف، التي فارقت الحياة في 28 نيسان إبريل عام 2007 بسبب مرض عضال. انضمت هيفاء إلى نقابة الفنانين السوريين في 1 كانون الثاني عام 1975، حيث شاركت في أدوار متعددة في التلفزيون. ودخلت هيفاء عالم الفن والتمثيل حين كانت في 14 من عمرها، وتركز جل نشاطها في البداية على الأعمال المسرحية. وشاركت هيفاء في نفس العام في عروض المسرح العسكري، فقدمت مسرحيات كالعطر الأخضر والأيدي الناعمة مع مجموعة من الفنانين من أمثال محمود جبر ومنى واصف. تزوجت الفنانة هيفاء واصف من الفنان السوري محمود جبر، وأنجبت منه 4 أبناء هم شادي ومرح وليلى وهنادي. تزوجت الفنانة هيفاء واصف من الفنان السوري محمود جبر، وأنجبت منه 4 أبناء هم شادي ومرح وليلى وهنادي. محمود جابر توفي عن عمر يناهز 73 عاما بعد معاناة مع المرض في العام 2008. وقدمت هيفاء إلى جانب زوجها محمود جبر مسرحية شيء في عقلي في العام 1965. أبناء الفنانة هيفاء واصف شادي ومرح وليلى وهنادي جبر. مع بداية البث التلفزيوني في سوريا منتصف الستينات، شاركت هيفاء بعدة مسلسلات مثل ساعي البريد والطير المسافر. بعدها انقطعت هيفاء عن العمل الفني مدة 15 عاما، تفرغت فيها لتربية أولادها الذين احترف اثنان منهم الفن، هما ليلى ومرح جبر. وبعدها عادت هيفاء وبدأت المشاركة في نشاطات المسرح القومي، فقدمت فيه حوالي 6 مسرحيات. وفي العام 1977 شاركت إلى جانب الفنان دوريد لحام في عروض مسرحية كاسك يا وطن، فدارت معه مدة 4 شهور في عروض شملت المحافظات السورية. ثم عادت واصف للتعاون مع دوريد لحام مرة أخرى في أوائل الثمانينات في مسلسل وادي المسك مع نخبة من الممثلين السوريين. وبعد حوالي 10 سنوات عادت هيفاء إلى الشاشة الصغيرة في مسلسل قلوب دافئة في العام 1989 مع الفنان أسعد فضة ومها الصالح وجيان عيد.
كما كانت لها مشاركات متميزة في مسلسلات كأيام شامية وفي رقصة الحباري إلى جانب زوجها محمود جبر وابنتها مرح. وحصلت أيضا على جائزة دلتا أوردز في العام 2015 عن مسلسل الإخوة، وجائزة الموريكس دور كأفضل ممثلة عربية شابة في العام 2018 عن دورها أيضا في مسلسل الإخوة. وحصلت أيضا على جائزة دلتا أوردز في العام 2015 عن مسلسل الإخوة، وجائزة الموريكس دور كأفضل ممثلة عربية شابة في العام 2018 عن دورها أيضا في مسلسل الإخوة. ويذكر أن آخر ما شاركت به الفنانة هيفاء واصف كان في مسلسل ليالي الصلحية والذي عرض في العام 2004 ومسلسل جرن الشاويش في العام 2007. لكن العمل الذي اعتبر أنها ودعت الدراما من خلاله كان مسلسل الزعيم الذي عرض في العام 2011. ابنتها الفنانة مرح جبر مواليد عام 1969 درست الحقوق في الجامعة اللبنانية واشتهرت بسلسلة مرايا إلى جانب الفنان ياسر العظمة. وابنتها ليلى مواليد عام 1967 تخرجت من كلية الآداب في جامعة دمشق بتخصص علم اجتماع. واشتهرت ليلى بأدوارها في مسلسل فصول الأربعة ومسلسل عائلتي وأنا إلى جانب الفنان دريد لحام. غابت ليلى عن الوسط الفني لحوالي 5 سنوات بسبب انشغالها بحياتها العائلية، وعادت في العام 2014 بمسلسل طوق البنات. وابنتها هنادي جبر بعيدة عن الوسط الفني، لكن ابنتها دانا جبر احترفت التمثيل منذ أن كانت بسن 6 من عمرها. الفنانة هيفاء واصف إلى جانب حفيدتها الفنانة دانا جبر. زوجها الراحل محمود جبر يعد فنانا مسرحيا من الدرجة الأولى، له بصمته الواضحة في تاريخ المسرح السوري منذ 60s. عين محمود جبر في العام 1959 خبيرا مسرحيا في وزارة الثقافة مديرية الفنون، وانتخب عضوا في مجلس الشعب منذ العام 1986 حتى العام 1994. محمود جبر كان من المواكبين لإطلاق التلفزيون السوري في العام 1960 برفقة نهاد قلعي ودريد لحام.